رئيس مجلس الأمة وخلال جولة قام بها معية حرس المجلس اطمأن على الأوضاع في مدينة صباح الأحمد، وتبع الجهود المبذولة من مختلف فرق الطوارئ والمؤسسات ليقف على مستوى ما تضرر وما تحتاجه المدينة من دعم. وان شاء الله يكافي الجميع الشر ويحفظكم يلا حي ان شاء الله ما يصير كيف الحال شلون جماعه وبعدين نجي الماديه احنا نمثلكم نطالب لكم ان شاء الله ما حد لكن الامور الماديه مقدور عليها لكن الظاهر الله يعطيكم العافيه ان شاء الله بيروحون وراي هذا من المطر مشكله من هذه بكى الله والله هذا طاح من هذا كله من مطرز الحمد لله على سهل الحال وقناة الناس الصباح الأحمر خاصة جوت الحكومة الله يطول عمركم أنتم هذا الحدي نطلع نحن عساكم على القوة الله يقويك إن شاء الله الله يجزاكم خير يعطيك العافيه ابو علي جواصل يلا حيه مرحبا ونعم ونعم حياك الله طال عمرك الله يقويك السلام عليكم لا هم طال عمرك لا هم